أبوه كان أحد ال يعني كان عنده حتة أرض كده في هورين بركة السابع منوفية، وبعدين لظروف ما انتقلت الأسرة تعيش في المنيا، نقل الأب يشتغل في المنيا، فهو عاش حياته كلها في المنيا، وبعض الناس يحسبوه على محافظة المنيا، يعني يحسبوه صعيدي الأصل لأنه هو هناك شبابه. كانت والدته ست طبعا زي أهلنا، لكنها كانت مؤمنة أنه هو يعني في حاجة، يعني لما حب أنه هو يدخل المعهد كان أبوه برضو رجل أزهري ورافض، ولما جه دخل اشتغل في السكة الحديد وتنقل وبقى يلتحق بالمعهد، بقت تبعت له الفلوس في الأكل يعني وراء أبوه، وتقول له أنا عايزاك تبقى، إذا كنت مصر فأنا عايزاك تبقى زي محمود المليجي. وفعلا يعني لما ابتدى يشتغل وابتدى يكبر اسمه ويبقى يعمل صداقة مع الأستاذ المليجي، الأستاذ المليجي نفسه عمل صداقة بقى مع الوالدة وصداقة أسرية، بقت يعني حقق أمنية أنه يبقى يعني صديق المليجي وزيه فيه، وخد السكة بتاعته كمان يعني. وكان دايما يعني عند الاستاذ فريد شوقي، الاستاذ رشدي اباظه، كان الاستاذ شكري سرحان، كان ممكن يحصل، انما احنا ما كانش في روابط عائليه الا لما كنا في الصيف مثلا، كنا حتى كنا نروح نلعب كوره مع الاستاذ فريد شوقي، يعني كانت الزيارات تبقى كده يعني اللي ممكن هو يجي لنا وممكن احنا كنا نروح في الصيف بس احيانا كمان، لكن ما كانش له العلاقات الروابط يعني العلاقات الاسريه بين اسر الفنانين وبعضهم بعض دي، ما كانش هو يعني جاء يجيد المسألة دي، لكن هو كشخص كانوا يحبوه جدا، ويروح أعياد الميلاد الأولاد بتوعهم ومناسباتهم كلها يحضرها. ومن عبقرة جيل العظماء توفيق الدقن، ده يعني أنا كنت أقعد أستمتع وأنا بتفرج عليه، سواء على المسرح، على المسرح حكاية، أو في السينما. يعني من حظي اشتغلت معاه يمكن 3-4 افلام، وكان يحبنا جدا وبتاع ولذيذ كده وروحه حلوه في الشغل، ويعني وله طبقه صوت معينه وجملته المشهوره واحلى مش شرف مفيش يا في، يعني جملته المشهوره، ولا جماله في الفيلم مع عبد الفتاح القصري واسماعيل ياسين. احنا بنعمل فيلم البحث عن فضيحة لو تتذكروه، وكان هو واخد دور الرجل اللي خطف الست واللي اتجنن واللي فجأة شعره كله بيض. في هذا الفيلم جه وسلم عادي وبتاع، عملت له الدقن البيضة الكثيفة وشعره بدهن بالابيض. المهم قالوا فركش، كل الناس روحت ما عدا الاستاذ توفيق، وكان معاه عربية كده فارهة وانا ما كنتش بعرف اسوق في الوقت ده. فجيت قلت له اتفضل يا استاذ نشيل الدقن، طلع معايا شلت له الدقن، وفجاه راح في كومه نوم. فكان في ولد شغال في الاكروبات اسمه مصطفى، كان من فريق الاستاذ طوخي توفيق رحمه الله عليه، مصمم الاكروبات في السينما المصريه. فقلت له مصطفى ده مش بتعرف تسوق؟ قال لي طبعا. قلت له طب ما تمشيش الله يخليك، قال لنا هناخد الاستاذ توفيق نوصله للعباسيه، انا عارف ان بيته في العباسيه بس فين في العباسيه مش عارف. بالفعل قعدت على الكنبه الورانيه في العربيه وخدته في حضني نايم كالطفل الوديع، وطلعنا لغايه ميدان العباسيه، انا ما اعرفش البيت فين، وكان ليله العيد الكبير انا فاكر. فجينا لقيت 2 عساكر واقفين كده، فقلت له يا مصطفى استنى لما اساله ممكن يعرفوا بيته، هو نايم. قلت لهم يا اخوانا ما تعرفوش بيت الاستاذ توفيق؟ قالوا توفيق مين؟ قلت لهم توفيق الدقن. قالوا توفيق الدقن مين؟ لقيت الاستاذ راح قايم توفيق الدقن يا كذا يا كذا، وسيل من السباب. قلت له اطلع يا مصطفى، اطلع يا مصطفى، اللي عملوا لنا محضر وقضيه وهنتحبس في الليله اللي ما يعلم بيها الا ربنا دي. بنتجول في ميدان العباسيه وفي احياء العباسيه، لقيت مكواجي فاتح. قلت له استنى يا مصطفى انا نسال مكواجي. فدخلت عليه وهو جنبي نايم. الراجل اول ما شاف العربيه عرف دي عربيه الاستاذ توفيق، واتاري هو متعود على كده باين. قلت له بيت الاستاذ توفيق؟ قال اه تعالى يا ابني
صنايع من عنده، قالوا يركب معاه وريهم عمارة الأستاذ توفيق. ودانا العمارة، سبت مصطفى سايق ومتسند على كتفي وطلعه، وفجأة جه في الدور التاني كده قدام شقة، راح حاط إيده على الجرس، تر الساعة 5 الصبح الفجر، تر تر تر، فتح الباب رجل وقور وحسنة الصلاة على وشه، ورجل كده فاضل، ولقيته فجأة مش هنا مش هنا، إلهي يخرب بيتك، إلهي يجي عليك ويحط عليك. وتوفيق نفس الحكاية، هات يا شتيمة، والاتنين بيتشاوموا بعض، أنا واقف مش عارف في إيه. أتاري كل يوم الأستاذ توفيق وهو راجع يقف قدام الشقة ديت ويحط صباعه على الجرس الفجر لغاية الراجل ما يصحى مفزوع، ويقعد راجل يهتف ويصوت ويشتم لغاية ما يفتحوا عنده في البيت وينزلوا ياخدوه. جه الراجل ده زهق، عمل ايه؟ راح شايل الزرار بتاع الكهرباء اللي الأستاذ بيحط عليه صباعه. جه الأستاذ توفيق كالعادة رجع في مرة بقى، أنا مش معايا يعني، رجع بقى راح واقف قدام الشقة وراح حاطط صباعه، فلقى مفيش زر، راح داخل صباعه على سلك الكهرباء اتكهرب، صرخ وصوت يعمل ايه؟ راح رايع على الاسم يعمل محضر لصاحب الشقة. الله، ليه؟ قال لك كان عايز يموتني، شال الزرار. طب انت بتضرب الجرس ليه؟ بتضرب على زراره ليه؟ قال لك بيشيلش الزرار. وخناقه، وجابوا الراجل اللي متهم بمحاولة قتل توفيق الدين. الراجل قال يا ناس ده ما بيلايمنيش، ده أنا لحق الجيرة ما روحتش اشتكيته. ويعني كان يحب العمل بتاعه حب كبير جدا، ومن أجله يخاطر، يعني ما كانش يحب حتى يعني حد يقول له الحمد لله على السلامة لو أنت تعبان مثلا وجه وخف وربنا عافاه، حد يقول له. كان مرة الأستاذ عبد الله غيث كان بيتقابله في مسلسل، وبعدين كان في وعكة مر بيها الوالد الله يرحمه، وبعدين جه الأستاذ عبد الله بيقول له والله حلويت يا تيفا هو تاني، فراح شايل بكل قوة إيده قال له إحنا كنا وحشينا. ما كانش أبدا يحب حد يعرف إن هو في لحظة ضعف أبدا. كان لما دخل المستشفى حطوه على كرسي قال إن أنا لا بكره الأدوار دي وما أحبهاش، أهو بمثلها بعملها في الواقع دلوقتي. اضطر إنه هو يقبل في أواخر حياته، أصيب بمرض الفشل الكلوي، وكثير من الناس لما تصاب بالمرض ده يقعدهم، لكن هو كان صاحب إرادة قوية جدا وكان يحب العمل جدا، فاشتغل ومحدش كان عارف، قليل جدا يعني، المقربين فقط هم اللي عارفين. فجه قال له المخرج الراحل خليل شوقي، قال له أنا عايزك في مسلسل أظن اسمه الوريث، وهو الدور ده أنا شايفك فيه. قال له هسافر معاك بس ما تقولش لحد، وليا غسلتين في الأسبوع. سافر معاه فعلا وعمل الدور، ودور من الأدوار اللي يمكن ما تعرضتش هنا لكن من الأدوار الكويسة له، وما حدش عرف أنه يعني عنده فشل كلوي ولا حاجة أبدا إلا ما توفى. فدي كانت من الحاجات اللي هي يعني تبين أنه هو عنده إصرار وعنده رغبة وحب للعمل. هنا في مشهد المفروض أنه بيعظ في قلب المسجد للمواطنين في عجبان في دولة الإمارات، هيجيبهم جميع منين؟ ما فيش غير فقراء الهند اللي بيشتغلوا فراشين، واللي بيشتغلوا في محلات ينظفوا ويعملوا، واللي بيشتغلوا كناسين. فكان يطلع الأستاذ محمد كريم مدير الإنتاج يجيب مجموعة من الهنود اللي بيسرحوا في دولة الإمارات، فجاب حوالي 25 واحد قعدوا، والله ما أنسى هذا المشهد، ودخل الأستاذ توفيق قعد قدامهم وابتدى يشرح الدين ويتكلم، وديننا الحنيف بيقول وديننا الحنيف كذا، وفجأة أغمى عليه، استوب أستاذ توفيق، أستاذ توفيق في إيه؟ قعدنا نشممه كلونيا وبتاع، وفجأة قال يا ناس حرام عليكم، حموهم، خدوهم يستحموا، الريحة قتلتني.